النبي صلى الله عليه وآله كيف كان أسلوبه في مسألة دعوة إلى الله، في تعامله حتى مع المسلمين، كيف كان يتعامل مع المسلمين وهو الذي يمثل القيادة، القيادة الدينية والقيادة العسكرية والقيادة الثقافية والقيادة الاجتماعية؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني كنت لين اللسان، لا يخرج منك إلا الكلمة الطيبة، كنت لين القلب، لا يحمل قلبك أي عنف وأي قسوة تجاه الآخرين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن ما يستعبد الإنسان هو أن تحترم عقله وتحترم قلبه وتحترم إحساسه وشعوره وكرامته. ومن الطبيعي أنك عندما تعنف في أسلوبك مع الناس فإن الناس لن يتبعوك. فاعف عنهم إذا أخطأوا يا محمد، واستغفر لهم إذا أذنبوا، حتى يشعروا بأنك تهتم بهم وتطلب من الله أن يغفر لهم خطاياهم، كأسلوب تربوي يوحي بالمحبة ويحيي لهم بأخطائهم بطريقة طيبة. وشاورهم في الأمر، أيضا أشعرهم باحترامك لأفكارهم، فإذا عرضت لديك أي مشكلة اطلب أصحابك واستشرهم، وإن كنت غير محتاج في كثير من الحالات إلى ذلك تأليفا لقلوبهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي آية أخرى، واخفض جناحك للمؤمنين. عندما تعيش مع المؤمنين حتى لو كنت في موقف القيادة، لا تتحرك معهم كما يتحرك الرئيس المستعلي لمن اتبعه، لا تتحرك معهم كما تتحرك القيادة مع جنودها، ولكن تواضع لهم، اخفض جناحك، كلمهم برفق وتعامل معهم بلين وبلطف.